نحن قلنا لكم حتى تعرفون أعداءكم وحتى تعرفون أن الأسنان التي تكشر ليس كلها ضاحكة بل هي بارزة لانتهاشكم يا ذوي العقول العفنة والعقول المتحجرة. بالأمس سمعنا فلان من يدعي الدين بأنه كان ينصر البنا وهو الذي كل أدبياته وإيديولوجيته ضد محمد وآل محمد وهو خليقة إسرائيل وبريطانيا على حد سواء، ألا لعنة الله على الظالمين. هل نحن غير مبصرين أم متعمدين أم نحن لا نفهم؟ أعطوني شيء. من لم يعرف عدوه ليس عنده لب على الإطلاق. من لا يميز بين الخبيث والطيب ليس عنده ذمة ولا دين على الإطلاق كائن من يكون، لأن المؤمن كيس فطن. فمن لا تكون له فطنة ومن لم يقرأ من بين السطور أو بين السطور ليس بمؤمن على الإطلاق. ليس هناك مؤمن غبي، المؤمن لا يكون غبي لأنه مؤمن، فكيف يكون غبي؟ فكيف يكون أعمى؟ سألت معلمي قلت سيدي روحي لك الفداء، ماذا يعني القرآن بي؟ صم بكم عمي فهم لا يبصرون. قال هم يسمعون الحقيقة ولا يقولون فيها ولا ينطقون فيها يا أبا علي، يسمعون الحق ولا ينطقون به فهم صم بكم، يرون الحقيقة ولا يقولون، يكونون شهداء زور، صم بكم عمي فهم لا يبصرون بأفئدتهم ولا عقولهم يا أبا علي. نحن ساداتنا الذين كانوا يمجدون بالأخوان وبالبنة ومحمود مرسي يحضنه ساداتنا وكبراؤنا. إذا كانت السياسة ليكون عدو علي بن أبي طالب صديقي، تبا للسياسة ومن صنع السياسة. من إذا كانت السياسة تريد أن أكون نصيرا لمن يظلم الزهراء، تبا للسياسة ومن فعل السياسة. وأنا أعلم من فعل السياسة، معاوية الماسونية الشيطان، فكيف نكون أصدقاء والشيطان يعدنا الغرور؟ ولكن لا تريدون أن تفهمون، فانتظروا رسالة معلمي وهي آية من القرآن حتى لا يشكل علي المبطلون. يقول معلمي رسالة التاسعة: فارتقب يوم يأتي السماء، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يخشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، أن ادنوا عبادي الله إني لكم رسول مبين. اسمعوني يا أيها الناس، كونوا على بينة من أمركم واحزموا أمركم كي لا يكون أمركم ذمة، فوالله والله إن ساداتكم لفي سبات، خيرهم لا يعرف الناقة من الجمل، ولكن تحسبهم يقينا إنهم كالخشبة المسندة، كالخشبة المسندة. الخشبة تفتهم شيء؟ ولذلك يقول معلمي يوم نحشر الوحوش، بالقرآن يقول عن سيدي ومولاي عن الناحية المقدسة، ماذا يقول؟ يقول تفسيرها الناس يحشرون، وحوش قردة وخنازير، هل تريدون أن تحشرون بهايم وقردة وخنازير قبل أن تأتيكم السماء بدخان مبين؟ إنه قريب الأمر هذا، إنه الفزع العظيم، فأين تفرون؟ لذلك حددوا مسار بوصلتكم وكونوا مع ولاية علي بن أبي طالب بدون تردد، وحصنوا نساءكم
وبطونكم وفروجكم وأبصاركم وألسنتكم، فوالله لا ينفع غدا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أيها الناس إن هذا يوم لا فيه بيع ولا خلة، وإني أحذركم غضب ربي الجبار، فوالله إني عبد أخاف من ربي، ويقينا يقينا 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 أعطيته الولاء فصرت عبدا له، والعبد لا من لا يطيع سيده قد خالف.